أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الكروشيه. اليوم نتعلم نعمل وردة مشان نزين فيها الطاقية. طبعا اللفحات وطريقة الطاقية شرحناهم. البداية نحن نعمل الدائرة السحرية، نشتغل أول شي عليها غرزة. هلا رح نعمل 3 عواميد بلفة، هي العمود الثاني، والعمود التالي. نعمل غرزة، نرجع منعيد 3 عواميد، نكرر هالشغلة 5 مرات. هلأ العمود الثالث، غرزة، نرجع منكرر العمود. هلا بعد ما خلصت ال5 بتلات تبع الزهرة، الخيط تبع الدائرة السحرية منشده قد ما فينا بهالطريقة، وبننهي الشغل. بغرزة منزلقة أو مشدودة نقلب الشغل، هلأ لحتى ننتقل لنص البتلة الأولى بدنا نشتغل قطبة مشدودة أو منزلقة. هون نعمل قطبة حشو أو غرزة حشو، بس هاي هلأ رح نعملها من خلف العمود بهالطريقة. نشتغل 3. هلأ في عنا البتلة الثانية، كمان مندخل عم نعمل عمود خلفي من خلف بهالطريقة. نرجع نشتغل 3 سلسلة. هلأ هي كمان نعمل عمود خلفي بالعمود الثاني، منكمل نفس الطريقة مع كل البتلات الـ5. 1 2 3، ننتقل لهي، واحد اثنين ثلاثة. هذا هو العمود.
واحد، اثنين، ثلاثة، ومننهيها بأول بتلة بمنزلقة. هلأ بيطلع معنا هون 5 سلاسل مثل ما لكم شايفين. هلأ بدنا نشتغل على هدول بقى. أول شي نحن نعمل بيت حشو، عمود بلفة، عمود تاني بلفة، العمود اللي بالنص بلفتين، نرجع بنعمل عمود بلفة وعمود تاني بلفة. ومننهيها مثل ما بلشناها عشان تطلع مدورة. ننتقل على السلسلة اللي بعد، منعيد نفس الخطوات. عمود بلفة، عمود تاني لفتين، نرجع نعمل عمود بلفة وعمود تاني، بنكمل لتخلص السلاسل كلها هاي. هلا نحن بكل مجموعة عنا غرزة حشو واثنين عمود بلفة وعمود بلفتين، وبنرجع بنكرر للطرف الثاني. هاي الزهرة حلوة أو الوردة، لأنه المبتدئ بيقدر يشتغلها ويزين فيها التياب تبعه أو الطواقي. هلأ صرنا شاغلين 4 بتلات، بقي يعني الوحدة الأخيرة. هلأ منعبي السنسال بنفس الطريقة. كمان ممكن تستفيدوا منها بتحطوها على الكورونات اللي بالشعر. يلي بالنص العمود دايما بلفتين عشان تطلع البتلة بشكل مدور. هلأ خلصنا، ننهيها هون بغرزة مشدودة ومنقطع الخيط.
طبعا احنا كل الخيطان بدنا نفوتها بالشغل، شايفين هلا من هون بتشدوها عشان ما يضل فتحة لها، بتطلع بهالشكل حلوة وبسيطة. هلا الخيط هذا بنفوته بالشغل، طبعا الزايد من قصة. وهذا كمان نفس الطريقة، بنشوف لحنا ال يعني الخيط اللي مو ظاهر على وش الزهرة نختاره. طبعا هو هذا الخيط له عدة طيقان، بيعذب بقى شوي بالشغل بس ما بيأثر. هذا الصوف بيكون صوف أصلي مو داخل له نايلون أو درالون، يعني بدفي أكتر بالشتاء مثل ما لكم شايفين. خلصنا، بتقطبوها على الطرف طاقية. هاي الزهرة كمان بنفس الطريقة، بس أنا هون ما عملت عمود خلفي مثل ما اشتغلنا، هاي عملتها من نص البتلة، يعني على العمود التاني دخلت القطبة أو الغرزة، تطلع كمان موديلها حلو. هلا أنا بس بيان أقطبهم هون، كون خلصنا الشغل. أتمنى يعجبكم هذا الشرح، لايك الفيديو، لايك صفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، زوروا موقع المحترفة والخياطة السريعة. إلى اللقاء. هلا لخياطة الزهرة على الطاقية، في عنا لحنا محل ما عملنا العمود الخلفي 5 أماكن، ندخل السنارة بهالمكان هذا، طبعا نعلقها مع الطاقية من قفا من هون. ننزلها يعني بطريقة انه ما تظهر معنا خيوط على الوش. هلا نكمل من هون، حبيت اعلمكم طريقة الخياطة تبعه. شايفين ما بتبين ابدا انه في خياطة على الوش. هلا كمان بدخلها من هون، بيطلع الشغل نظيف ومرتب. أنا بحب أنهيها بهالطريقة، بلف على السنارة دورتين بشدة، بنقطع الخط الزايد.